تتكت مبكر. الله يمسيك بالخير يا ابوي. الله يمسيك كيف حالك؟ سلم عليك. كيف حالك ابوي؟ الله يبارك فيك. عساك طيب، عرفني باسمك. سعيد ناصر الشهراني. ونعم 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 يا ابوي. مع مين جاي؟ او لمين جاي؟ والله جاي للقريه بهذا اليوم التاسيس والفرحه الغامره للجميع، كذلك زياره الابن النواب، والله يوفقهم جميعا. الله يطول في عمرك ابويا، ومرحبا لي مليون وتريليون. سلم بالوجه من يشمل. اعطونا نتيجته. نواف السند. لبيك نواف السند. اي نعم اي نعم هنا هنا. وينه؟ ما يسوي، ما تبغى انت تروح تناظر انت حاتم. نصيحي انت. اقسم بالله العظيم اني لخبطت والله اللي ما دور. طيب حاتم يا ابوي كيف حالك؟ الله يطول عمرك. ايش تتوقع من نواف؟ نواف عزيز وغالي ومحبوب، ولكن درجاته يعني شويه انا اعتقد انها كانت مقاربه لدرجات عايض ومحمد. عطني نتيجه نواف بتخمينك الداخلي. والله اللي احنا نشوف انه ان شاء الله الى الامام وبقيت زملاء. إيه الى الامام ان شاء الله، بس هذه لعبه، واعتقد ان اللعبه يعني فيها تقدم وفيها تاخر، والاسبوع هذا نواف كان يعني ها خليني اقول لك يعرج. والله هذا شيء مكتوب له. مكتوب له. واذا راح للنمنيه يرجع غصب صح ان شاء الله؟ ما في شيء اسمه غصب، هذا شيء مقدر. غصب قوته هو. بحلو الله وقوته. طيب انا بشترط على نواف وامون عليه. نواف سم، شوف في شكوك في حيال رجعتك للقريه او لا، تمام؟ لاني ما اسمع بالاربيز واجد، فانا بقدح من راسي. حلو؟ اسلم. سمعني شيء عشان اقدح من راسي نواف. طيب ايه شيء جنوبي كذا. شاقني جو الجنوب وهواها، يوم جيت ابها عروس الجنوب، والضبا بعانق جبالها، والله اني ميت في هواها، حبها في القلب بين الجنوب، وانزعج لو ينزعج بالها. يا سلام يا سلام. صح صوتك، صح صوتك. ما اسالك سؤال يا ابو نواف، اسالك بالله، الصوت هذا حرام ما يبقى في القريه. صوت شجي، صوت كذا مليان عذوبه، مليان احاسيس على اللون التراثي الجنوبي. ما شاء الله تبارك الله، الله يضرك يا شيخ. تبارك الرحمن، الله يوفق ويوفق الجميع، كلهم اجتهدوا ونسأل الله لهم التوفيق. نواف بالذات حرام يطلع. والله الكلام الاخير هو عندكم انت. ما اقدر اطلع نواف بالصوت هذا. هو ما يبغى يصرح. ما اقدر. ما اقدر اصرح شيء. يعني خلاص الامر بيدي. نعم. انا كنت ابغى يرجع. طيب. والله هذا شيء بذمتكم. يرجع ولا ما يرجع نواف؟ قاعد. طيب ابو نواف نكسر القواعد عشان ما تحطها في ذمتنا، نرجع نواف ولا ما نرجع نواف؟ والله انا اشوف نرجع ولا ما نرجع؟ اشوف انه مجتهد، واللي كل مجتهد نصيب، ولازم يرجع. يرجع يرجع. المبروك مبروك. لا حدك على الدم يرجع. يلا 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 زد رصيدك. حد هم يبغون الشاي بالسلطة مع تهجد ولا طبعا. آه يا دنيا، آه يا دنيا. هذا الحين عندنا ثلاثة أسماء راجعين للقرية، أو عفوا مغادرين. تكت مباشر للأستاذ زياد الشيري في مرحلة البرايم غدا، والباقيين راجعين، وإن شاء الله نفرح